السلام عليكم يا الحباب، ومرحبا بكم، مع سلامتكم، وان شاء الله ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. بونجور ميز امي، كومونت الي فو؟ جيسبر كو فوز الي بيان. الزول فلاون، بعد غياب طويل، صافي لونتون ما درتش اون فيديو على خاطرش كنت غايبه. اخر فيديو اللي كنت عملته هو لي فاكونس تاع ديال المعدوت. دوبوي ما درتش ان اوتر فيديو، كنت في تربص، كنت في une formation. J'étais en train de faire une formation dans le numérique fondamental et dans la pâtisserie traiteur chocolat aussi. على هذا اللي ما كنتش عندي الوقت باش ندير دي فيديو. توحشتكم بزاف بزاف. اليوم راني رايحه ندير اون فيديو، راني رايحه ندير لو ري باكستاني. ماشي انا اللي رايحه ندير لا ديمونستراسيون، عندي جارتي راهي حاضره معايا اليوم، اللي راهي هي رايحه دير لو ري باكستاني، على خاطرش الما في بارطاجي هاد لو ري. حبيته بزاف، إيه تخي فاسيل، إيه تخي 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 بون. ألوغ جو فولي بارطاجي هاد لا روسيت ري باكستاني معاكم نتوما يا الحباب. راهي معانا اليوم جارتي باكستانية باش تتحضر معايا هاد لو ري. وافقت باش دير معايا هاد لا فيديو. نقولها بونجور غوزاك. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم vous allez faire avec nous le riz, c'est ça? 1 kg chicken. D'accord, le riz chicken, c'est ça s'appelle comme ça? Ouais, ça. 1 kg javel. D'accord. Nous avons 1 kg de riz spécial, riz pakistanais, ok? Voilà. Nous avons Adna. Épias. Épias, lihoua, le psal. Wahid habba ta psal. اللسان 6 سنان تاع الثوم، سنان تاع الثوم، ميرج ميرج، ان بيمون، فلفل، وحده تاع الطوماطيش داكور، لا طومات، الزيت نص كاس تاع الزيت، الفلفل الكحل ميرج ميرج ميرج، عيطوا له فلفل الكحل، اي دو لوريي، اي لو تان، وحده تاع le thym, des patates, d'accord, ouais. Et zouj ta lo, zouj ta tlata ou la zouj ta laurier, ouais, biryani masala, ah ça, ek chamach, voilà, ça c'est vraiment c'est facultatif, les عندهم يعني مش obligé d'iro, c'est en plus ça donne encore un peu de goût. Les tsebo عند الناس اللي بيعوا les épices pakistanaises يشروه، sinon c'est pas obligé. عندنا هنا le poulet تانيك واحد تيكان، voilà 6 ou 7 ou 1 kilo. Et au niveau تاع les épices عندنا le clou de girofle, dania, d'accord, elachi, garam masala, long, d'accord, kali mirch, ok, voilà, fin de cumin, le huwa el kmoun, عندنا le clou de girofle, le huwa el qrnfl, hakda واحد 6 تاع القرنفل، عندنا le grain تاع القزبر، هو le grain de coriandre, le huwa el qزبر، عندنا le cardamome, واحد 6 هي جابت هكذا الكحل، لصبتوا الكحل تاع لو كارداموم، سينو ديروا هذايا لو كارداموم هذا الخضر. هذا سي او نيفو دي زيبيس، وهذا قلت لكم يعني اون بلوس اللي يقدر يديروا يديروا، اللي ما يقدرش يديروا ما يقدرش يديروا. انا رايحين نحضروا لو ري تاعنا باكستاني تاع نهار اليوم. Tu vas rincer le riz. D'accord. Avec de l'eau, soit de l'eau tiède ou la de l'eau froide. Normal. Normal. D'accord. Tu le laves 3 fois.
Ok, 4 fois. Arba khatrat toaster le riz. Très bien. Oh, tu le laisses comme ça? Ouais. Tu halles combien de temps tu le laisses? Coller pareil comme ça. Voilà. Après. Ah ouais, d'accord. On va la suivre parce que Kosa, qu'elle parle pas français. Voilà. Alors le riz au niveau de le riz, une fois reslato 4 fois, tu le laisses de côté. رانا رايحين نروحو نقليو الدجاج ديالنا وحتقلي الدجاج بالثوم والبصل ومن بعد نعاودو نولو لوغي تاعنا ما نغطيوش ما نكوفرو با اون لو كوفر با اون لو لاس كوم سا ا تمبيراتور امبيونت ونخليوه باش يتغونفلا بوتيتر فوالا اون فا شوفي لويلا راح نسخنو الزيت نرميو البصل نخليو هذاك البصل يتقلع شويه مع الزيت انا مي دو لاي اي انا راجوتي دو لو درنا الثوم ودرنا الماء بعد ما قلينا شويه تاع لي زونيون هذه هي لا كولور اللي نتحصلوا عليها ان كولور برون لي زيبيس بيمون انا راجوتي لي بيمون عزدنا الفلفل دو لا طومات ثان اي لوريي هلا دي بيس سبيسيال ري باكستاني يعني هذا اللي يحب يديرو اللي ما يحبش سي با اوبليجي ولي سي بو بيان سور الملح نخليوه يتقلاو كاع هذوك لي زيبيس مع لا طوماط ومن بعد باش نرمو لو بولي نرمو لو بولي ونخليوه يتقلى بهذوك كاع لي زيبيس اللي درناهم او ديبي خلينا هذاك لو بولي مع لي زيبيس تقلاو وانا رايحين اون فا راجوتي دو لو فوالا ال فا راجوتي دو لو دو لو تييد واحد 1 لتر ا بو بري سي بون كوم سا خلو لو بولي تاعنا يطيب واحد 15 دقيقه اون فوا كنا غنسي لو ري غسلناه صفيناه رانا رايحين نديرو لو ري دوكا رانا رايحين نرميو لو ري اون فاجوتي لو ري اي لا كويسون دو ري tu m'avais dit 10 minutes واحد خليوه يغلي واحد 10 دقائق لازم ينقص من الماء ديالو اون فاكوفريغ فوالا Une fois que le الماء كاع شرب le riz il a absorbé tout l'eau on va baisser le feu et on va laisser cuire c'est ça le riz شرب كاع هذاك الماء انا رايحين نغسلو نغسلو le feu ونخليوه 10 minutes ونغطيو vous tu le couvres pour couvrir d'accord OK et on va baisser tout baisser نغسلو النار ونديرو على نار دافيه نغطيو بالالومنيوم سوا نغطيوه بالقفال باش لا فابور تقعد على الانتيريور تاع لو ري نتاعنا راه واجد فوالا انا رايحين ندوزو لطاوله التحضير نتاع لو ري باكستاني تاع نهار اليوم لحقنا لنهايه التحضير تاع لوغي باكستاني اللي حضرته مع صديقتي وجارتي باكستانيه اللي كانت حضرت معنا وشفتو كيفاش حضرت لوغي باكستاني لوغي هذا راهو يحرق بزاف انا حرقني واللي عنده حساسيه في الفلفل ينحي لو بيمون ما يديروش انا ما نقدرش ناكل بزاف في الحار مي ايلي تري تري بون تابعوا لا روسيت دو ا ا زد راكم راح تنجحوا فيه فوالا هي صديقتي وجارتي ما تتكلمش اللغه الفرنسيه على هذا اللي كنت انا نترجم واش لي زانغريديون اللي كانت تديرهم
ونقول لكم الى اللقاء، وتابعونا هاد لا ريسيت لو ري باكستاني، ونقول لكم الى اللقاء على بروشين فيديو ان شاء الله. تابعونا على قناه غراندي بيس دونيا.